أسئلتكم طبعا. فراح ابتدي بالمعالجات، استاذنكم انا اذا تبون نبتدي ونص علشان تحديد الوقت، او نبتدي من الحين عادي. الفكره يا طول العمر بان لو رجعنا للمعالجات سابقا، يعني مثلا لو رجعنا ل اتش تي سي ليو، اكيد كثير منكم يعرفه، هو اول اشهر اجهزه اتش تي سي اللي كانت لمسيه بدون قلم. يعني اتش تي سي كانت بقلم بنظام ويندوز موبايل، بعدين ويندوز موبايل صار تقريبا بدون قلم بهذا الجهاز. هذا الجهاز ترى كان احادي النواه، احادي يعني نواه واحده بس مضبوطه على 1 جيجا هرتز بس من سناب دراجون، كان اسمه سناب دراجون اس 1، وكان نص جيجا رام ونص جيجا ذاكره داخليه، وسرعات الرام منخفضه وسرعات الذاكره الداخليه منخفضه، وما كان في فلاش احتياطا بعد ولا كاميرا اماميه. فكانت ذاك الوقت لان الهاردوير قليل، هذه الاجهزه ما تحتاج تعدد انويه، ولا وصلت الشركات لهذه الاماكن في قطاع الهواتف اللي معماريات ارم اي ار ام. فبشكل سريع ليش بعطيكم الدباجه هذه؟ علشان تفهم ان المعالجات تطورت لحد معين، هم يقدرون يوصلون لغيره ولكن استقروا عليه مؤقتا علشان يوفرون فلوس وعلشان استابيليتي، انهم يهتموا بالثبات اكثر. فخلني اروح معاك. بدات المعالجات احاديه ماشي، بعدين ثنائي، كان شيء رهيب انه ثنائي، بعدين لقوا ان في بعض الاحادي اسرع مثل انتل. يعني انتل قدمت معالج اول على الهواتف، كان على جهاز موتورولا، كان احادي النواه وكان سريع جدا ولكن حراره ومشاكل. ليش في تعدد انويه؟ ليش في كاش اعلى؟ علشان يصير في مالتي تاسك. الحين تعدد المهام في الخلفيه ما يعتمد على الرام فقط او ياخذ جزء من الذاكره ويخزن عليه او الكاش، يعتمد على عدد الانويه ايضا. لذلك شركات اندرويد استقرت على 8 نواه، صار لها مده، هي تقدر راحت للعشره ترى، يعني مثلا ميديا تك راحت للعشره في فتره من الفترات ولكنها تراجعت عنه لان في نواتين ما لهم داعي مؤقتا على الاقل، او مو قادر يستفيد منهم النظام. النظام قدر يستفيد من الاربعه زائد اربعه مده طويله، اذا تذكرون معالجات كوالكوم كانت اربعه زائد اربعه. بعدين تم اعاده تقسيم الانويه لان لقوا ان في بعض الاماكن تحتاج انويه منخفضه مثل اي 55 اللي استمر معانا مده طويله، وبعض الاماكن تحتاج انويه كبرى، بعدين قسموها سووا بيج كورز وسمول كورز. هذه التقسيم ما كانت موجوده قبل لان المعالج اصلا كان كور واحد فقط. فلما صار عندنا تعدد للأنوية، صار أيضا في تعدد للأنوية في كروت الجرافيكس، فالجرافيكس المرفق مع الشيبسيت أيضا صار في عدد من الأنوية. يعني إذا زدنا عدد الأنوية نزيد عدد العمليات الحسابية بالخلفية لحد معين. يا جماعة نظام التشغيل له حد معين بالخلفية يقدر يتعاطى مع هذه الأمور. يعني أنا إذا جيت وحطيت 5 جيجا هرتز بالمعالج، الله رقم كبير، هل أول شيء هل البطاريات راح تتحمل هذا الرقم؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، هل الكاش ميموري اللي موجود هنا يحتاج النظام يقدر يستغله بكامل طاقته؟ فاحنا نقدر نروح لارقام الشركات هذه تقدر تسوي اوفر كلوك. الحين لو تنزل روت وتنزل تطبيق اوفر كلوك على جهاز من اجهزتك راح ترفع الرقم ل 4 جيجا هرتز عادي، تكسر الرقم، تكسر المعالج على حساب خراب المعالج، على حساب اي شيء عادي، ولكن الحصيله النهائيه راح تستفيد من المعالج لحد معين، وبعدها نظام التشغيل ما يقدر يعطيك اكثر من هذه الطاقه. ايا كان، حتى لو اخذنا اندرويد اوبريتنج سيستم حطيناه على لابتوب اي 9، ايضا اللابتوب ما يقدر يستفيد لحد معين من نظام تشغيل اندرويد. لذلك تلقى الشركات استقرت على حد اعلى 2.8 جيجا، اذا تلاحظ الساحه صار لها 4-5 سنين على 2.8 جيجا هرتز. يا جماعه بس انا عشان ما اكون ثقيل دم، هو الحوار اصلا عن المعالجات فلازم يكون بالشكل هذا، اذا تبون تكلم بشكل عامي انا حاضر، ولكن المفروض ان الحوار رايح لهالمكان. عموما المقدمه مالتي اللي بقدم لك فيها بدايه المعالجات للحين، مو علشان ابرر لك معالج بيكسل الجديد ابدا، الفكره العامه بان انا بقول لك بان اليوم المعالجات مثل ما الرامات سابقا كانت اربعه ولا زالت اربعه ولا زالت سته، ولكن في فرق ما بين رام قبل 5 سنين ورام اليوم في الريد والرايت وراندوم ريد وراندوم رايت واستغلال الطاقه، وفي امور اخرى تتعلق بالكاش للرام نفسه حتى للذاكره، في بعض انواع الرام فيها ذاكره اليوم. فاليوم هذه التقنيات تحتاج تحديث، ما تحتاج رقم زيادة، الرقم يكون مكان آخر. لازال الأرقام مهمة بس مكان ثاني. يعني لما نروح حق رام LPDDR2 بعدين 3 4 5، لازال الرام 4 المساحة 4 جيجا أو 6 جيجا أو 8 جيجا. طيب فرق ما بين LPDDR4X و LPDDR5 فرق كبير بالريد والرايت، هذه نقلة كبيرة. طيب راح تقولي أنا جهازي 8 رام، شو اللي تغير جهازك الجديد أيضا 8 رام؟ أقول لك أنا LPDDR5 انت LPDDR4X، في فرق بين الريد رايت. نفس الشيء المعالجات، المعالجات لها فيرجن، انت ممكن تكون 2.8 جيجا هرتز واللي بعدك يكون 2.8 جيجا هرتز، لكن مبني على بروسيس مختلف
مبني على معماريات أحدث، هذا الأمر يعطي زيادة لحد معين أيضا. وين الجديد؟ الجديد دخول X1. لما دخل علينا X1 صار في أمر يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وقمنا نقرأ عن أرقام مرتفعة جدا. الأرقام هذه ما كانت موجودة سابقا. الذكاء الاصطناعي مهم في الهواتف، فلما نرجع للخلف أيضا راح تلقى أن تعاون نوكيا مع شركة كاميرات كان الغرض منها أن حلولنا أزمة الكاميرا في هواتف أندرويد، فنزلوا جهاز في عدد كبير من الكاميرات، الحصيلة النهائية الجهاز فاشل. ليش؟ لما رجعوا لمدير هذه الشركة قال يا جماعة ما في ذكاء اصطناعي، معالجاتكم ما تحتوي على ذكاء اصطناعي يقدر يحل أزمة هذه الكاميرات ويخلي الكاميرا السوداء سوداء والكاميرا اللي أسود وأبيض أو ملونة ملونة. فإحنا مو قادرين نتعاطى لأن ما في ذكاء اصطناعي كافي في هذه المعالجات. يعني نوكيا سبقت السوق لما حطت عدد كبير من الكاميرات لجهاز المعالج اللي عليه أصلا متوسط مو فئة عليا، بالإضافة إلى أن ما في ذكاء اصطناعي كافي أنه يقدر يدبر أمور هذا المعالج. فاليوم جوجل راهنت على الذكاء الاصطناعي ومبكر، ترى جوجل أسرعت بالمعالج هذا، المفروض أنها تنتظر X2 القادم، لأن X2 القادم أصلا دبل قوة المعالج الحالي في الذكاء الاصطناعي. فلو استخدمنا 2 X2، X2 زاد X2 راح يصير عندنا 4 أضعاف قوة معالج جوجل الحالي. فجوجل يمكن تسرعت أو شافت أن القادم ما راح يكون X2 راح يكون X1، فهي قادرة تقايش وياهم أو قادرة تتحمل. أيضا شنو راح نستفيد من ذكاء اصطناعي في معالج اليوم؟ لشركة مثل شركة صينية تقدم جهاز عادي، يعني لو نروح حق شركة مثلا دوغي الصينية اللي مستخدمة اندرويد ستوك ما راح تقدر تستفيد من ذكاء اصطناعي اي شيء ترى، لان اصلا هي مو شركة سوفتوير، هي شركة هاردوير تحط نظام تشغيل ولا فاهمة شيء. اللي يقدر يستفيد من ذكاء اصطناعي هي الشركات اللي تملك سوفتوير اصلا مثل جوجل. فمثلا من الاشياء اللي تقدر تستفيدها بمعالج في ذكاء اصطناعي زيادة مو عادي، هو انك لو فتحت جوجل ترانسليت ووجهت جوجل ترانسليت على صفحة فيها كلام، سرعة التعرف على الكلام هذا راح تكون أسرع جدا من معالج عادي حتى لو كان قوي بالجيمز أو كان ضبط فيه عالي. الذكاء الصناعي هنا راح يحلل هذه العمليات وراح يعطيك نتيجة أفضل من معالجات سناب دراجون العادية مثلا اللي هي أصلا قوية بالجيمز وقوية في معدلات قياس السرعة وقوية في أماكن أخرى. ولكن في الذكاء الاصطناعي في هذه الأماكن التطبيقات اللي تحتاج الآلة هذه المشين ليرنينج ما راح تقدر تعطيك أي شيء. يعني ما راح المعالج القوي اللي ضبط فيه 3 جيجا هرتز ما راح يعطيك شيء في الذكاء الصناعي، ما راح يقدر يحل العمليات جوجل ترانسليت مثلا او يحل العمليات الاوامر الصوتيه او عمليات المعاقين اللي اضافتها جوجل مؤخرا. لذلك جوجل قاعد تراهن على هذا المكان، جوجل قاعد تدفع الكثير في الذكاء الاصطناعي وهي سابقه السوق في هذه الخطوه فقط اللي هي الذكاء الصناعي اللي هو البزنس تبعها اصلا. فلازم تحلل هذه العمليات، لذلك قدمت X1 زائد X1. طيب الاي 76 اللي هو النواتين اللي بالنص ليش قديم؟ بعد ما بحثت أنا مطولاً بدون عذار لجوجل، الأمر واضح أن لتوفير الفلوس حتى مو الطاقة. يعني اللي واضح أنه لما حطوا X1 زاد X1 لقوا أن السعر غالي، فالأقرب لهم أنهم يستخدمون معمارية أقدم علشان يوفرون فلوس، لذلك قدروا يوصلون لسعر $600 لجهاز Pixel 6 العادي. بشكل عام المعالجات كل فترة من قوة نظام التشغيل تحتاج شيء. فايضا لو ارجعك لانتل من جديد ونظام تشغيل ويندوز، راح تلقى ان ويندوز مده طويله جدا مو قادره تستفيد من عدد الانويه. حتى لما دشت اي ام دي واحرجت انتل في عدد الانويه اللي موجوده، ايضا ويندوز مو قادر يستفيد من عدد الانويه هذا، لان الجيمز قاعد يتعرف على نواتين، مؤخرا بدا يتعرف على 4 انويه. فانتل مفارق معاه، لا الالعاب طوروا بالخلفيه انهم يتعرفون على كل الانويه، ولا قادر نظام التشغيل نفسه يتعرف على الانويه بشكل واضح. من اللي قدر يستفيد؟ اللي يملك السوفتوير والهاردوير فقط. يعني لو جت مايكروسوفت وسوت معالج خاص فيها، هني تقدر تستفيد من عدد الأنوية والكاش وغيره. لذلك أنا مو مع الاحتكار هذا، لكن هذا هو الصح للأسف. إذا كان عندك سوفتوير زاد هاردوير وعندك مهندسين عارفين شلون نظام التشغيل يتعاطى مع الهاردوير، وتبلغ الشركات الأخرى أنها تسوي نفس هذا الهاردوير نظام التشغيل، بالشكل هذا راح يكون عندك خلطة ممتازة. ويمكن هذا الأمر قاعد تسبق في بعض الشركات في بعض الأماكن مثل أبل مثلاً. فأبل لما تقدم معالج هي تبي المعالج يكون قوي في تطبيق أدوبي مثلاً لتعديل الفيديو، فالتطبيق راح يكون سريع في هذا المكان فقط، ألعب عليه جيمز يموت الجهاز لأنه هو مصمم لهذا الشيء. لكن الطرف الثاني مو راضي يعترف في الأماكن، مو راضي يعترف أن المعالج هذا مخصص لشيء شيئين، مخصص أن يوفر طاقة ويسوي إدت، وغير مخصص للألعاب وغير مخصص للمالتي تاسك مثلاً. نفس الشيء في عالم الهواتف. فأرجو أن الفكرة العامة هذه، أرجوني ما ثقلت عليكم، لكن هذه الفكرة العامة لعالم الهواتف في عالم المعالجات تكون واضحة. كل نظام تشغيل يحتاج نوع من أنواع الضبط ونوع من عدد الأنوية وغيره.
قبل انتقل حق الخطوه مالت البنش مارك راح افتح باب الاسئله راح نشوف من اللي عنده ريكويست ونتوكل على الله. عندنا ريكويست 4 تمام، هذا 1 2 3 تمام. حياك، اي واحد عنده سؤال يتفضل على ما ننتقل للخطوه رقم 2. حياك، منو عنده سؤال؟ تمام، المفروض ان اذا اعطيتك ابروف انه يتم الحديث مباشره، ولا في خطوه اضافيه اسويها؟ ترى المعذره منكم، ماني بخبره بالمكان. تمام، اذا بس بعد على وخلاص يدخل على طول ايش على طول. السلام عليكم. سلام، يا هلا فيك. حياك الله جميعا اخواني، الله يكرمكم عافيه جميعا. استاذ عبد الرحمن، ودائما نستمتع بصراحه بكلامك الممتع والسلس تبارك الرحمن. الله يطول سؤالك هو يا عبد الرحمن الله يعطيك العافيه، الان كل ما زادت التقنيه ليش يعني عدد الرامات بتزيد، ليش ما تقل مع زاد التقنيه وتطورها في الاجهزه الجوال كانت او الحواسب؟ نعم، طيب ممتاز. اذا سؤالك انت ليش الرام يزيد فقط ولا الكل، ليش الذاكره والرام يعني عموما نعم كلها بتزيد نعم، يعني السؤال المفروض مع التقنيه تقل عددها تمام، نعم ليش صحيح. الان برضو في زياده، راح اعطيك الفكره. اذا كان نظام التشغيل ما قاعد يضيف اي مميزات اضافيه، يعني لو كان نظام التشغيل هو موجود ونفس ويندوز مثلا، فويندوز ممكن اذا تبي تلعب لعبه 16 رام ثابت، هذا الرقم من زمان، اذا زدت الضبط جزاك الله خير، لكن هذا الرقم من زمان ثابت للالعاب ممتاز لحد معين. يعني مثلا 128 ما راح تستفيد منه في نظام ويندوز الا اذا كنت مختص بانك تحجز جزء من الرام وتسوي كاش وغيره. نظام تشغيل اندرويد وصل للثمانية ترى، يعني اي زيادات من هذه الارقام نظام التشغيل ما يحتاجها 100% الا في الالعاب او في الضغط على الرام مثلا اذا تبي تعدل فيديو، فايضا صارت لناس يحتاجون هذا المكان فقط. لكن انت كمستخدم تبي تستخدم نظام تشغيل، نظام تشغيل مستقر على 8 رام صار لمده، مستقر على الذاكره 128 صار لمده. فالزيادات اللي انت قاعد تسمعها هذه زيادات اهلا وسهلا بها، ولكن نظام التشغيل مستقر صار له 4-5 سنين على 8 رام. ممتاز. طيب المعالجات مع التطور تقنيتها هل ما ممكن تعوض هذا الشيء مثلا مع الرامات تاخذ منها مثلا؟ بلى بلى، هي استخدمت الذاكره الداخليه بانها تكون جزء من الرام بعد ما زادت سرعه الذاكره الداخليه، لكن هذه خطوه ما يقدر يتعرف عليها نظام تشغيل اندرويد 100%، لان لا زال اندرويد يحتاج الرام، لان سرعه الريد والرايت بالرام اسرع من الذاكره الداخليه. فالمعالج يقدر يتعاطى ويعطي كاش ويحسن التجربه العامه، ومع دخول الذكاء الاصطناعي قاعد تحسن الامور، لكن الرام لا زال له حاجته. اي بي ام حاولت تحل الازمه هذه مده طويله، تبي تدمج الرام بالذاكره الداخليه وتوفر، بس للحين انظمه التشغيل تبي الرام، يجب تغيير صيغه نظام التشغيل اصلا. يعني مش نقول المشكله الان في سبب نظام التشغيل كاندرويد او كان اللي هو لا اله الا الله المايكروسوفت الويندوز. نعم، نظام التشغيل لا زال يتعرف على الرام كذاكره عشوائيه، ولا يقدر اليوم يعني مؤقتا انه يعممها على الكل. يعني لو بيعتمد حركه نفس هذه، طيب والناس واجهزتها وذواكرها واللي عنده اجهزه قديمه، فاتوقع انه صعب عليهم، الا انهم يسوون نظام ثاني ما يبي رام يقدر يعتمد على الذاكره الداخليه والمعالج، او دمج كاش مثلا. هذا الامر سوته اي بي ام بعض الاجهزه والسيرفرات، ولكن مو موجود للعامه، العامه لا زالت في نفس الدائره. ممتاز، يعطيك الف عافيه، ما قصرت، بيض وجهك. خليني افتح السبعه اللي موجودين. ثواني. تمام. بالترتيب بس لان في عندي تاخير ما ادري ليش. اعتذر من الجميع اذا في تاخير. انا بدش اول. السلام عليكم. يا اهلا. عشان باختصر الموضوع، ما ادري اذا انا تاخرت متاخر، فتكلمت عن فكره انه زي ما ظهر مؤخرا مثلا اوبو وجوجل، ايوه، بنوا معالجهم الخاص نفس سامسونج اكسينوس ونفس هواوي، فهل هذا الشيء يعني يضر كوالكم؟ انه مثلا الان ممكن شاومي تقول انا بسوي كمان معالج، وممكن ون بلس تتمنى نفس معالج اوبو، فتنوع المعالجات في نظام التشغيل كثره، يعني يصير عندك 7 معالجات، هل هذا يضر النظام نفسه ويضر التجربه بشكل عام تشوف؟ نعم،
انت قصدك ان الشركات عندها مجموعه من من المعالجات الجديده وكل واحد بدا يتبنى معالج، فهل نظام التشغيل راح يتضرر؟ هذا السؤال. نعم نعم، النظام التشغيل راح التجربه العامه لكل شركه تكون افضل، نظام التشغيل ما راح يتضرر، اللي راح تتضرر شركات المعالجات مثل كوالكوم، سامسونج، ميديا تك. وهذه الشركات الضرر راح يكون اقل في نسبه الارباح فقط، يعني هي لا زالت تبيع كثير من القطع لهذه الشركات، ترى تشتري منها. فمثلا لو شاومي سوت معالج راح تعتمد على 3-4 قطع مودم كوالكوم او غيره، راح تشتري قطع من هذه الشركات الكبرى، هذه شركات احتكاريه وقاعد تشتري وتلم كل الشركات الصغرى حوالينها. فنعم في ضرر نسبي للارباح وليس للخسائر، يعني لكميه الارباح فقط. سؤال اخر بس، هل تشوف ان اندرويد في اخر حقبته، انه هذه اخر فتره له، ممكن نشوف نظام جديد؟ طيب، من نظام التشغيل علشان يموت يحتاج تقريبا 5 سنوات، يعني مثلا نوكيا لما قال نحن ما في دعم خلاص انتهى، ظل نظام تشغيل نوكيا اللي هو اصلا تعبان وفي منافسين 2 له بالسوق او 3، بلاك بيري وابل واندرويد، كان موجود 3 منافسين له، نوكيا ظل بالسوق 5 سنوات عشان يموت 100%. فنظام التشغيل عشان يموت يحتاج 5 سنوات. اليوم هو بنهايه اندرويد؟ لا، قاعد ينفخون فيه الروح اكثر من مره، ضافوا له مميزات، ضافوا له لغه كوتلين، ضافوا له السكيورتي، عزز، يعني كل ما يتبنون هاردوير احدث وتقنيات احدث يصير فيه نفس زياده. اذا وقفوا المكان هذا راح يموت نظام التشغيل بالتاكيد. نعم، شكرا لك. شكرا لك، حياك الله استاذ يوسف، حياك الله يحييك، بس اعطيني دقائق بالله واكون جاهز معك، معلش. خذ وقتك. اللي بعده الاستاذ عبد السلام. السلام عليكم استاذ عبد الرحمن، على المستمعين الكرام. حياك بالله. بنسال على معالجات ارم بالنسبه للويندوز، ليش ما لاحظناش يعني في تطور في المعالجات بحكم ان ابل خشت عليها تو، وعلى كلامهم يعني الاداء اكبر حتى من بي سي هاي اند يعني. نعم، الاجابه شوي طويله. مايكروسوفت هي اول من بدا فكره تبني ارم، والدليل على هالكلام ان اول جهاز من مايكروسوفت كان انفيديا مسويته مبني على معماريه ارم على ويندوز ار اللي هو سيرفس 1 الاول. فكانت ويندوز رايحه لهالمكان وعارفه ان في استثمار واضح، لان اصلا في سيرفرات مبنيه على ارم وهي ضاربه شوط بهالمكان. ولكن ويندوز مو شركه هاردوير، ويندوز شركه سوفتوير، فما حد يقدر يضبط لها الهاردوير. حتى انتل، حتى كوالكوم لما وعدتها بال 855 اللي هو مسمينه 8X10 أو رقم، هذا ما ضبط وياهم، كان مبني معمارية خطأ وكان حار، فما عندهم شركة هاردوير فعلا تبي تطلع النظام للساحة. في شركات هاردوير تبيع حسب المطلوب ويلا. فلذلك مايكروسوفت مضطرة أنها تسوي هاردوير خاص فيها، معالج خاص فيها، علشان تحل الأزمة هذه اللي هي أزمة الضمير للشركات الأخرى. مايكروسوفت تأخرت جدا في تبني هذا الأمر، لأن ما عندها مطورين تطبيقاتها إلا مؤخرا بعد ما شافوا أندرويد اكتسح، ولا هي مهتمة بهالمكان لأن ما تشوف أن فلوسها هني، هي فلوسها تعاون مع دول وتعاون تعليمي وسيرفرات كبرى. فلما شافت أن هالمكان ممكن يكون مهم اهتمت فيه، صار لها ترى نقدر نقول 3 سنين اهتمت فيه، مع أنها هي من أوائل من تبنى، ولكن هي دائما تتبنى الفكرة وتوقف. فيجب على مايكروسوفت تبني معالج لها علشان تقدر تحل هذه الأزمة. تمام، مشكور يا أخوي عبد الرحمن، ما قصرتش إن شاء الله. طول عمرك يا حبيبي. تمام، خلونا نضيف مجموعة جديدة. بس ملاحظة، اللي خلص سؤاله خلاص زيل عندهم يرهون، لأن المساحة بس 10 أشخاص تعطى ممكن. تمام، يعني طلع عندك. نعم، بالنسبة. السلام عليكم شيخ عبد الرحمن. يا هلا والله. بس على المعالجات، ليش ما نشوف الصين يعني بما أن الجوالات تخرج من جميع، من الصين وفي اليابان وذا، ليش المعالجات ما تتنوع؟ يعني يصير فيها قوة مثل في الصين، ولا في، ليش محتكرة على سناب دراجون أو المعالج الثاني حق اللي هو سامسونج؟ نعم، سؤالك احتكار المعالجات ليش محتكرة على شركة أو اثنين؟ الفكرة العامة من الأمور بأن الشركات هذه اللي موجودة هي شركات احتكارية ضخمة تشتري شركات صغرى، لذلك الشركات الصغرى بس تطلع رأسها يشترونها أو يسمونها، يعني يبيدونها.
اللي حاصل ان الشركات اللي موجوده على الساحه شركه صينيه ميديا تك وشركه كوالكوم الامريكيه وشركه اس تي ام سي التايوانيه اللي تصنع البروسيس، وفي بعض الشركات اللي تسوي امور هجينه مثل سامسونج مثلا، اما انها تصنع البروسيس عندها وتتعاون، وفي شركات صينيه تصنع لانفسها او لقطاعات عسكريه، او في بعض المعالجات المفتوحه المصدر اللي هي معماريات مفتوحه المصدر. العلم هذا اصلا عند ارم، يعني هذا يحتاج مثلا تصغير النانو كان من رقم الى رقم كلف انتل 30 مليار دولار. هذه ارقام ضخمه جدا ما تقدر عليها اي شركه مو داشه بجديه لهذا المكان، ما تقدر عليها شركه صينيه ناشئه، ما تقدر عليها شركه المانيه ولا شركه اوروبيه، تحتاج تبني دوله لهذا المكان. لذلك راح تلقى ان في عداء لهواوي لما صممت معالجاتها، لان المعالجات هي اكثر مكان يجمع معلومات، فما راح يسمحون لهواوي تدش هالمكان، لذلك اعدموا معالجها كيرن. فاليوم هواوي ما تقدر، تعاونت مع كوالكوم من جديد، لان هذا خط احمر بالنسبه لهم، في احتكار، في عصابات، في مشاكل اكبر من ان يتكلم فيها بهالمكان، لكن الوضع عباره عن مجموعه من العصابه اللي محتكره هالمكان. تمام، عندنا الاستاذ من عندي، بس اتمنى اكون اجبتك. استاذ احمد تفضل. زاد فضلك، شكرا لتحت الفرصه وشرف عظيم لي اني اكون معكم. سؤالي راح اختصر فيه ان شاء الله. انا طريقتي في حسبه الجوال المناسب، كثير يستشيروني بخصوص ايش افضل جوال مناسب لي حسب استخدامهم. انا بشكل مختصر حسبتي تكون بالارقام. مثال بسيط، أشوف المعالج سرعته 1.8 فما فوق، أقول مثلا أنه مناسب استخدام متوسط أو أقدر أنصح فيه وأنا واثق. هل طريقة حسبتي هذه صحيحة؟ هذا الشق الأول. وإذا تسمح لي بسؤال ثاني، أنا آسف جدا، لكن هل يمكن أن نرى نظام سوفتوير عربي كمساعد شخصي أو iOS بالكامل يكون عربي محلي يدعم المنطقة الجغرافية، المحلات إلى آخره؟ وشكرا لك ولتحت الفرصة، وأسف على الإطالة. يا رحبك. نعم، سؤالك، خلنا نبتدي بالسؤال الثاني. أنت تقصد بالآي أو إس اللي هو تقصد نظام تشغيل عربي كامل، يعني صحيح نظام تشغيل أبل. نعم، نظام التشغيل ما يقدر عليه مطورين عرب حاليا، لأن ما راح ألوم مطورين عرب، لأن لو عندك الصين 1.5 مليار نسمة ما عندها نظام تشغيل خاص فيها، الهند 1 مليار شوية نسمة ما عندها نظام تشغيل خاص فيها، إلا اللي قطاعات عسكرية أو طبية أو غيرها، ما تقدر توصل للناس. واحد، اللغة العالمية هي اللغة الإنجليزية مو اللغة العربية، يعني الأمر هذا يزعلنا ولا ما يزعلنا، لكن اللغة العالمية هي الإنجليزية، لغات البرمجة بالإنجليزية. اللي حاصل نحن اليوم نقدر نعرب نظام تشغيل ونستخدمه، نقدر نأخذ نظام تشغيل ونحميه أو نقطع منه بعض الأماكن عشان ينسبني، لكن نصممه من الصفر صعب علينا، إلا أننا نكتب لغة برمجة بالعربي. وهذا الأمر يعني حاول فيه واحد سوري سابقا، بس ما أدري وين، شكله ما فلح بالموضوع أو أنه في صعوبات واجهته. هذا الأمر صعب جدا، يعني يحتاج، توقع يحتاج عدد مبرمجين، يعني لو تروح حق جوجل أندرويد مثلا عشان ينبني نظام تشغيل أندرويد يحتاج 35,000 مطور أجنبي علشان ينبني النظام نفسه. لو تشوف أنت الآي أو تبع جوجل تلقى فيه ستاد كامل كله مطورين حاضرين. النظام تشغيل يبي مجهود كبير، واحنا عرب عددنا قليل ترى، والعقول مننا بسرعه يتم شرائها لان دولنا ما تشجعها، فصعب اشوف نظام تشغيل عربي لهذه الاسباب. اما بالنسبه لسؤالك الثاني، سؤالك الاول عفوا، تدري اني بوشت قاعد اكتب شغله، عطني سؤالك الاول مره ثانيه لو سمحت. الله يسعدك. انا طريقتي في حسبه الجوال المناسب الاندرويد اللي هي جيجا هرتز للمعالج. Yes. لحد معين طريقتك صحيحة، لحد معين، يعني مو من الطبيعي أنك ترشح حق واحد معالج 1.1 مثلا وتقول لنا زين، اللي موجود على أجهزة نوكيا الصغرى، اللي موجود على أجهزة أندرويد 1 الصغرى اللي من نوكيا اللي تحت $100. هذا الأمر مو مقبول إذا أنت قسته. لو تروح حق معالجات الساعات راح تلقى أرقامها بالـ800، فأنت رقمك صحيح لحد معين. طيب لو رحنا لمعالجات 700 راح تخرب وياك الحسبة، لأن معالجات 700 سابقاً وأرقامها كبيرة أقل وأضعف من معالجات 700 اليوم من كوالكوم مثلاً، فراح تتغير معك الحسبة، فيها دعم الذاكرة الداخلية، هل الذاكرة UFS، أي نسخة، الرام كم رقمه، الكاميرات، حجم البطارية وصرفها، نوع دعم الشاحن، نوع زجاج الشاشة ونوع الشاشة، فلا راح يفرق وياك عوامل أخرى أيضاً.
فانت تقدر تحدد لحد معين هل هذا الجهاز مناسب ولا لا، بس بعدين لازم تبحث باماكن ثانيه. يعني تقدر تقول 1.1 غير مناسب للعمل اليومي، فعلا كلامك صحيح، بس اذا قلت لك انا 2.0 2.4 راح تقعد تقارن، راح تكبر وياك الامور، راح تدش على معالجات ميديتك المتوسطه، وراح تدش على معالجات سامسونج 700 وغيرها و800 من كيرن، فراح تضيع. فنعم صحيح لحد معين. تفضل استاذ حمزه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء الخير. عندي سؤال بخصوص شركة ون بلس. احنا شفنا انه ون بلس فقدت بريقها، يعني بطلت زي زمان، الناس بتتحمس لشركة ون بلس. والسؤال الثاني، شو رأيك بمعالج جوجل اللي طرحته، اللي اعتقد انه اصلا من تصنيع سامسونج، سمعت اخبار يمكن، وهل هل تتوقع هو نفس معالج سامسونج الاكسونوس الجديد، وشو هو الجزء؟ انا ما اقدر اركز باكثر من سؤال. سؤالك الأول كان الحين، الثاني عن معالج جوجل. سؤالك الأول سؤالي الأول ليش شركة ون بلس فقدت بريقها؟ بس يعني ما أقدر، خلني أجاوب الاثنين أول بعدين إذا في سؤال ثالث حاضر. ون بلس يا طول العمر دخلت السوق الأمريكي وغيرت مقرها أكثر من مرة في أمريكا، وغشوها، حطوا بعض الإعلانات بالأفلام إذا تلاحظ، غشوا ون بلس وفهموها بأن السوق الأمريكي يحتاج كذا وكذا، فأفقدوها السوق العالمي على حساب السوق الأمريكي. واحد. اثنين، لما فقدت هذا الأمر واهتزت ماليا وصار عندها مشكلة مالية، اضطرت أنها ترجع وتكون جزء من أوبو، وأوبو شرطت عليها تواجد الروم تبعها اللي هو السوفتوير الداخلي كامل يكون من أوبو اللي هو كالر أو إس. ولما حطت كالر أو إس فقدت بريقها بالكامل، لأن مستخدمين ون بلس ما يحبون كالر أو إس، يحبون تجربة جوجل خام. فهذه الخطوة الأولى، ون بلس هي أخطأت بحق نفسها بعد دخولها السوق الأمريكي بعد ما أصبحت جزء من أوبو. هذا بالنسبة لسؤال ون بلس. سؤالك الثاني عن جوجل، معالج جوجل اللي هو تنسر، هو معالج فئة عليا مبني على 5 نانو بروسيس من سامسونج، مبني على 2X1 2.8 جيجا هرتز، ومبني على الكورتكس A76 ثنائي، هذا اللي يسند عليه بعض الأمور من الهاتف، ومبني على A55 اللي هو رباعي نواة 1.8 جيجا هرتز اللي يكون عليه أغلب الأمور العادية ستاند باي وغيره. ما نقدر نقول عنه الا انه معالج فلاجشيب، دايركت اكس احدث شيء، دعم الرام احدث شيء، اليو اف اس ذاكره الداخليه احدث شيء. هذا المعالج ما راح ينافس 888 بلس بسبب ضبط الجيجا هرتز في عالم الجيمز مثلا او في البنش مارك واللي هو موضوعنا رقم 2، ولكن راح ينافس باماكن اخرى اللي هي تطبيقات جوجل الاساسيه، جوجل درايف، جوجل ون، جوجل ترانسليت، جوجل ماب، جوجل ناو. تطبيقات جوجل راح تكون اسرع جدا على معالج جوجل بسبب موضوع استغلال الذكاء الاصطناعي. أما باقي الأمور ما راح تلقى لها أرقام معالج جوجل في الذكاء الاصطناعي فقط حاليا. شلون يقدر يتعامل مع شاحن عالي جدا أعلى من 30 واط، ويقدر يتعاطى معه بحيث أنه ما يخرب الجهاز، يقدر يتعرف على أنه متى تنام أنت متى تقوم، متى يطفي التطبيقات اللي ما تستخدم، التطبيقات قسمها أنواع، تطبيقات يتم استخدامها بشكل دوري فهذه تظل أون، تطبيقات ستارت أب يعطلها تلقائي. فالذكاء الاصطناعي يحل مجموعة من الأمور كنا نسويها يدوي، فهذا اللي تسند عليه جوجل اليوم، وليس البنشمارك، وليس قوتها في الجيمز أو قوتها في الإدت. تمام. طيب. خلوني ممكن سؤال آخر. تفضل. شو الجزء الموجود بالمعالج هو بيساهم بالتشفير وبحماية أمن الجهاز؟ يعني كيف المعالج بيحمي الجهاز؟ كل معالج في داخله قطعة هاردوير يسمونها، حسب طبعا، بعض مرات تكون جزء من الذكاء الاصطناعي، بعض مرات تكون جزء التشفير encrypted chipset أو encrypted hardware. القطعة هذه يتم تخزين فيها الأمور وتشفيرها هاردوير، وعلى أساسها يتم فتح العمليات الحسابية بقوة كل جهاز. فلو رحت حق سامسونج عندها نوكس، ونوكس تطور أكثر من مرة لدرجة أنك في حال تغيير الروم أو فتح البوت لودر هذه القطعة يتم حرقها عندك، فما راح يكون عندك مجلد آمن ولا راح يكون عندك دفع إلكتروني لهالدرجة. لذلك هذه القطعة كل مرة تتحدث لدرجة أنها تعرف إذا كان الجهاز مسروق، إذا كان الجهاز انتقل من دولة إلى دولة، إذا كان الجهاز لا يصلح لدولتك مكانك الجغرافي. فالقطعة هذه قطعة هاردوير جزء من الشيبسيت موجودة في كل جهاز، وكل ما تحدث المعالج يحدثونها معه.